بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية والأحساء تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس غدا الثلاثاء. وأوضحت الإدارة في بيان يوم الاثنين أن القرار جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوب التعليم، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تشير إلى احتمالية هطول أمطار رعدية شديدة على المناطق الشرقية. وتم تعليق الدراسة يوم الثلاثاء في الدمام والخبر والأحساء والقطيف والجبيل ورأس تنورة والزهران وفقيق المجمع عفيف حفر الباطن وادي الدواسر الدوادمي شكرة والزلفي الكواعية وأخيرا الغار. Gracias.